السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي الأعزاء، متتبعي قناة أم نزيم التعليمية، نواصل مع السلسلة الجديدة وهي تعلم قراءة وكتابة اللغة الفرنسية من الصفر. إذن وبدون إطالة تابعوا معي. أولا نقرأ هذا الحوار. Je veux boire un jus de fraise. Et toi? Je هي أنا. Je veux أريد. Veux هي أريد. EU دائما تقرأ E. E. و X لا تقرأ. هذا فعل. Je veux. Le verbe vouloir. أراد يريد. Boire. شرب. أريد شرب. Un jus. جو وهو عصير. دو فريز عصير الفراولة. اي توا وانت. لاحظوا اي تقرأ اي ومرات في وسط الكلمة تقرأ ا فريز. اي توا وانت. نواصل. جو فو اريد اون غلاس مثلجات à la vanille, بالفانيليا يعني بذوق الفانيليا. لاحظوا هذه الكلمة فريز فراولة، هذا حرف F وهذا ما سوف نقرأه اليوم، وحرف ثاني هو V، حرف V. je veux هذا حرف V. إذن تابعوا. vanille اي، لاحظوا اي دبل ال او تقرأ اي. فانيي فانيي فا فا وهذا حرف في كونسون حرف في. لاحظوا هذه كتابة الكتاب وهذه كتابة الكراس. لاحظوا سوف نكتبها مع بعض، وفي آخر الفيديو كذلك سوف أعلمكم كيف تكتبونه هكذا. أعيد هكذا، قوس نصعد دائرة أو عقدة وهكذا نواصل. هذا حرف صغير، أما الحرف الكبير فيكتب هكذا ماجيسكيل، وبالنسبة لكتابة الكراس يكتب هكذا. هكذا يكتب. إذا نواصل مع الأف. فخاز فخاز. لاحظوا هنا أس لا تقرأ أس لأنها بين حركتين فويل فويل إي فويل وأو فويل. إذا فخاز تقرأ زد. فخاز فخاز فخي. لاحظوا هنا تقرأ أ لأنها في وسط الكلمة فخي. F. لاحظوا كتابة الكتاب مينيسكول حرف صغير، وكتابة الكراس لاحظوا نضع خط مائل خط عمودي قوس صغير ننزل إلى هنا قوس صغير ونبدأ في الدخول إلى أن نصل إلى هنا وهكذا. أعيد خط مائل خط عمودي قوس نهبط إلى هنا قوس ندخل وهكذا. هذا حرف F مينيسكيل. أما ماجيسكيل لاحظوا ففي الكتاب ماجيسكيل يكتب هكذا، أما في الكراس فيكتب هكذا. لاحظوا هكذا نبدأ من هنا هكذا وهكذا. الآن نقرأ لسيلاب. لسيلاب معناها حرف صامت مع حركة. إذا هذا حرف مينيسكيل وهذا ماجيسكيل، هذا حرف صغير وهذا حرف كبير. أ فا أ ف أ ف إي في فا فو في في. لاحظوا كيف تكتب خط مائل قوس هكذا قوس
هكذا نقطة قوس، نتوقف في المنتصف، خط مائل ف. أما بالنسبة لف قوس، ننزل قوس، ندخل هكذا، نصعد ثم ننزل، نكمل دائرة ف. الآن ف مثل ف ولكن فيه حركة، هكذا نصعد دائرة هكذا ونضع حركة ف. الآن في هكذا قوس، ننزل قوس، ندخل إلى هنا هكذا، ننزل قليلا ثم إي. الآن ننتقل إلى حركات أخرى. أو فو أو فو و فو و فو 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 فو. لاحظوا كيف تكتب فو، خط مائل، نصعد قوس، ننزل قوس، ندخل إلى هنا دائرة هكذا فو. الآن في مائل، نصعد قوس، ننزل إلى هنا قوس و في. الآن فوا، مائل، نصعد قوس، ننزل قوس أو ثم إي. الآن فوا هكذا قوس، ننزل قوس هكذا أو إي أن فوا، وهذا ما شاهدناه في الفيديو السابق. او اي ان تقرأ وان. نواصل الآن مع حرف V. A V E V A V E V. إذن نلاحظ كيف يكتب في الكراس. قوس، قوس آخر، عقدة صغيرة، ثم نضع نقطة هنا هكذا وهكذا، إذن يكون في خط واحد مع الأ. V هكذا هكذا هكذا، يكون في سطر واحد. V هكذا وهكذا. نواصل مع V هكذا هكذا وهكذا. V O V U V و و U V. هنا O U هي الضمة. U V نتعلم كيف نكتبها. لاحظوا فو هكذا دائرة وهكذا. في هكذا. أما فوا دائرة، لاحظوا تكون في سطر واحد. الآن فو دائرة و U O ثم U فو. نواصل نقرأ بعض الكلمات التي تحتوي على V أو F. La valise. La valise وهي الحقيبة، تسمى la valise. لاحظوا كتابة الكتاب وكتابة الكراس. هذا جبن. le fromage. le fromage. لاحظوا كتابة الكتاب وكتابة الكراس. ما عليكم إلا التدرب على هذه الكتابة. le
navire وهي الباخرة le navire v إذن كتابة الكتاب وكتابة الكراس la farine la farine وهو الطحين la farine كتابة الكتاب وكتابة الكراس la vache البقرة تسمى la vache إذن كتابة الكتاب وكتابة الكراس V حرف V نواصل نعيد تعلم كتابة F مينوسكول و F ماجسكول لاحظوا نضع خط مائل خط عمودي نصل إلى هذا الخط قوس صغير ننزل إلى الخط هذا قوس صغير ثم ندخل إلى هذا الخط ونعمل هكذا أعيد خط مائل خط عمودي قوس ننزل إلى هنا قوس ندخل إلى هنا عند هذا الخط ونضع هكذا خط أما F ماجسكول لاحظوا هكذا ثم هكذا ثم هكذا نعيد كتابتها المرة الثانية هكذا ثم هكذا ثم هكذا عقدة صغيرة وهكذا الآن حرف V قوس ننزل نأخذ كذلك قوس آخر نصعد إلى هنا عقدة وهكذا أعيد قوس قوس وهكذا الآن F أو V ماجسكول هذه V مينيسكول صغير إذن V ماجسكول هكذا 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 وهكذا إذن إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس أضرب لكم موعد في الدرس المقبل إن شاء الله أتمنى أنكم قد استفدتم لايك إن أعجبكم الفيديو أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.